حياكم الله مشاهدينا الكرام. ردود فعل تارة وصف بالخيانة مع الغضب الشديد، وثانية رقص وإطلاق نار فرحا بلا شيء من أجل لا شيء، وثالثة ترحيب وقبول كبير. هكذا بعد كان الفعل بقرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، فلماذا وماذا بعد وإلى أين؟ أسئلة كثيرة نحاول كشف الغموض عن ملابساته وتداعيات هذا القرار بعد هذا التقرير. بعد ساعات من حديث مسؤولين في واشنطن عن عزم بلادهم سحب قواتها من سوريا، تعلن وزارة الدفاع الأمريكية بدء عملية إعادة الجنود من هناك. المتحدثة باسم البنتاغون وفي بيان لها قالت إن العملية تأتي بالتزامن مع انتقال واشنطن إلى المرحلة التالية من الحملة على تنظيم الدولة، وهي تأتي بعد مرحلة تحرير التحالف الدولي الذي تقوده بلادها للأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم. نحو 2000 جندي أمريكي معظمهم من قوات العملية الخاصة توزعوا في مناطق الشمال السوري، خاصة بمدينة منبج. تقول واشنطن إن انسحابهم سيتم في أسرع وقت ممكن دون وضع جدول زمني واضح لذلك، وهو أمر أثار بلا شك تساؤلات حول كيفية انتهاء هذا الانسحاب وتأثيراته العرضية، حيث وصفت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدة حماية الشعب الكردي عمودها الفقري، وصفت الانسحاب الأمريكي بما يمثل طعنة في الظهر وخيانة لدماء آلاف المقاتلين. كما جاء في سياق ردود الفعل حول قرار واشنطن تصريح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أوضح أن تل أبيب ستدرس القرار كما ستعمل على ضمان أمنها. سحب الجنود الأمريكيين فضلا عن قواعد عسكرية تزيد عن 11 قاعدة وفق تقارير غير رسمية، يضاف إليها مناطق تمركز هذا التواجد والذي كان بشكل أساسي في شمال شرق سوريا، لا سيما في مناطق شرقية الفرات وأجزاء من غرب الفرات، فضلا عن التواجد في قاعدة التنف العسكرية على الحدود مع العراق. يقول مسؤولون أمريكيون بأن ذلك أتى بعد اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية. ويرى مراقبون بأن القرار الأمريكي بسحب القوات من سوريا ربما يشكل إحراجا مباشرا لحلفاء واشنطن المتواجدين هناك، خاصة الدول الغربية لا سيما بريطانيا وفرنسا. إذن تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي هنا في الاستديو العقيدة الركن الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي. حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم. أهلا معنا. فجأة ودون سابق إنذار الولايات المتحدة الأمريكية تسحب قواتها من سوريا، لماذا؟ لا. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع طبعا ما تم هو عبارة عن يعني تغريدة كانت على تويتر من قبل دونالد ترامب، لم يخبر قبلها طبعا وزارة الدفاع ولا وزارة مثلا ولا الكونغرس الأمريكي بانسحابه من شرقي أو من الشمال الشرقي من سوريا وسحب قواته بالكامل. يعني هذا الموضوع لديه كثير من التساؤلات. يعني أمريكا التي عملت هذا التحالف ومن قبل أيضا قامت بتشكيل تحالف سابق في أفغانستان وفي العراق أيضا، نرى أن انسحاب القوات مثلا في عهد أوباما لم يكن مثلا يعني نهائيا كاملا من هذه المناطق. حتى الآن لا توجد القوات الأمريكية في أفغانستان وتوجد أيضا في العراق في ظل وجود 12 قاعدة في الشدادة ورميلان وخراب عشق وعين عيسى وصولا إلى منبج. هذه المناطق طبعا يعني يوجد فيها الواقع حوالي 2000 عسكري. ستبقى هذه القوات ام ستذهب بالانسحاب؟ يعني الجنود على الآلية كيف ستتم؟ سيذهبوا طبعا. حتى الان يعني قرار يعني بشكل رسمي، طبعا سمعتم كيف اعضاء الكونغرس الامريكي يعني قدموا مقترح لترامب من اجل ابقاء هذه القوات. طبعا الرئيس الامريكي يعني قال انه تنظيم داعش قد انهزم في تلك المنطقه ولذلك سنخرج خارج المنطقه. حقيقه ذلك، السؤال حقيقه هزيمه تنظيم الدوله من قبل التحالف
ومن قبل قوات سوريا الديمقراطية التي يعني طالت مدتها وهي تقاتل في آخر جيب لتنظيم الدولة في هجين تحديدا. يعني الدعم الأمريكي لقوات قسد وطبعا التي كانت يعني تقاتل تنظيم داعش هنا يعني يشير إلى عدة إشارات استفهام. أين مثلا هذه القوات؟ لماذا لم تصمد هذه القوات؟ لماذا عندما كانت مثلا هذه القوات تتلقى ضربات على خطوطها الدفاعية لماذا انسحبت باتجاه تدمر؟ لماذا انسحبت باتجاه المنطقة الجنوبية من حمص؟ ذهبت باتجاه فيروزة وصدد ومهين والمنطقة، ثم اتجهت باتجاه يعني باتجاه الريف الحموي. هذه ليست معركة يعني ضد داعش، في الواقع هي عبارة عن تمثيليات، تمثيليات بكل معنى الكلمة. أمريكا ليست يعني لا يعول عليها مثلا، طبعا الشعب السوري سعيد مثلا بخروج القوات الأمريكية من سوريا. طبعا نحن نتمنى أن تخرج كل القوات الاحتلالية، الروس والإيرانيين ونظام الأسد يرحل عن هذا الشعب، لأنه أيضا هو محتل الشعب السوري. هناك كان فرح من قبل قوات النظام، أطلقوا النار من خلال الحواجز التي يتمركزون فيها، فرحا بذلك انتشاء بالنصر. اليوم العناوين على الصحافة يعني كل واحدة فيها قنبلة من القنابل الكتابية، وهذه النشوة هل سنجدها عندما تقرر روسيا مثلا الانسحاب من سوريا، عندما تقرر إيران سحب قواتها من سوريا، كذلك الأمر عند النظام السوري؟ يعني دائما يبقي نظام الأسد الباب واربا بأي عملية أو بأي عمل أو نهج، حتى نهجه السياسي في يعني في نظام حكمه دائما مثلا يتذرع بأنه مثلا هو من يقاتل إسرائيل، هو مثلا يعني طوق المقاومة، دول الطوق للمقاومة والمانعة. في الواقع أمريكا لم تأتي يعني لم تأتي عن عبث أو وليس بدون علم القوات السورية، وإنما جاءت بالتنسيق معها. يعني عندما وجد نفسه نظام الأسد في عام 2013 أنه ساقط، طبعا هو من آتى بالأمريكان إلى المنطقة الغنية بالنفط والغاز وسيطر على معظم هذه الحقول النفطية. سأتعرف يعني معك كيف يعني جلب النظام السوري الولايات المتحدة الأمريكية وأتاح الفرصة لها لتكون متمركزة في الأراضي السورية، ولكن اسمح لي أن أشركنا في هذا النقاش الدكتور عبد الرحمن السراج الخبير في السياسات الأمريكية. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا. كيف تابعتم قرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا؟ نعم، الحقيقة القرار كان مفاجئا، وفي الوقت كان نفسه كان غير مفاجئ. ترامب وعد بالتحلل من عدد من أعباء الولايات المتحدة الأمريكية منذ حملته الانتخابية في 2016، ومنها المسألة السورية. ولكن في الوقت نفسه البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية بدت منذ أيام الرئيس باراك أوباما استثمرت الكثير في التحالف مع تنظيم وحدات حماية الشعب ضد تنظيم داعش في التحالف الدولي. ولذلك الغريب في الأمر هو أن تنهي وزارة الدفاع الأمريكية هذا البرنامج. توقعنا كما توقع عدد المحللون في الفترة السابقة أن الإدارة الأمريكية ترددت أو تلكأت في إعلان هزيمة داعش بهدف إعلان استراتيجية جديدة وهي الحيلولة دون التمدد الإيراني. ولذلك طيب هنا إذا الموضوع مرتبط بإيران ووجودها في سوريا؟ لا، على العكس تماما. توقعنا أن تستمر القوات الأمريكية في سوريا يعني، وهذا بعد تصريحات لجون بولتون ولوزير الدفاع الأمريكي جون بولتون المستشار الأمن القومي، قالوا بأن الولايات المتحدة ربما تخدم هدفا جديدا في الفترة المقبلة، وهو يعني بعد أن تنزل أولوية داعش، وهو الحيلولة دون تمدد إيران في المنطقة. يبدو أن ترامب ليس معنيا بالهدفين، ولكن هناك مدخل جديد اليوم، وهو ترحيب روسيا بقرار الرئيس الأمريكي. بوتين نفسه رحب بقرار الانسحاب من سوريا. ربما هذا يفتح المجال أمام حديث عن تسويات جديدة في المنطقة. أيضاً وكذلك نتحدث عن نتنياهو، كذلك الأمر هناك تصعيد من قبله في هذا التوقيت بعد القرار بانسحاب الولايات المتحدة أنه سيصعد ضد حلفاء إيران في سوريا.
نعم 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 هذا صحيح، ولكن الغريب هو موقف الإدارة الأمريكية، ما دامت تريد أن أو ما دامت جادة بتحالفها بالسياسة من ناحية السياسة الخارجية مع إسرائيل أو ومع دول حلفائها في المنطقة الذين يريدون أو منزعجون من التمدد الإيراني في المنطقة، لذلك القرار الأمريكي قرار غريب. ولكن أيضا يأتي هذا القرار بعد إعلان تركيا حميتها إجراء حملتها في شرق الفرات، لذلك باعتقادي ربما يكون يعني الأمر له شقين، الشق الأول وهو التحالف أو اتفاق نوعا ما أو توافق، ربما يكون تصادف مصادفة، لكن من الصعب أن تكون هناك مصادفة في السياسة الدولية بإعلان الإدارة الأمريكية وفي نفس الوقت حملة تركية وفي نفس الوقت ترحيب روسي. ذلك باعتقادي هذا الأمر غريب، ولم غريب خاصة من دونالد ترامب نفسه. دونالد ترامب لا يعمد إلى التحالف الدولي، لا يعمد إلى التعاون مع دول أخرى. طيب نعم. كم المدة التي تتوقعوها لسحب هذه القوات من سوريا؟ أيضا هذه المسألة ما زالت غير واضحة الآن، لأن أنا باعتقادي أنها الأمر ما زال خاضعا قد يخضع لضغوط سياسية، لأن الرئيس ترامب بعد أن أصبح هناك الكونغرس الديمقراطي كما نعرف بعد انتخابات النصفية بات مقيدا أكثر من الفترة السابقة، وعدد من الملفات عطلت ولم تمر حتى الآن بسبب عدم توافق الكونغرس وعدم سماحهم بصرف مزيد من المال له من أجل مشروعه السور الجنوبي مع المكسيك. لذلك نحن نتوقع أيضا إلى جانب قرار سحب القوات من سوريا هناك قرار بيع منظومة صواريخ باتريوت إلى تركيا، هذا القرار أيضا ينتظر موافقة الكونغرس، ولكن الرئيس ترامب في الوقت نفسه يستطيع أن يصدر أمرا تنفيذيا يتجاوز الكونغرس من خلاله ويسحب هذه القوات فورا، لذلك نحن ننتظر أي الخيارين سيتخذ الرئيس. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الرحمن السراج الخبير في السياسات الأمريكية على مشاركتك لنا في هذه الفقرة الحوارية. سيادة العقيد بالانتقال إليكم، يعني اليوم إلى أي مدى فشل التحالف في صموده أمام التربة السورية الكبيرة، أمام هذه الأسود المتواجدة هناك، فقرر أن ينسحب؟ يعني من هم الأسود تقصد؟ يعني الذين هم موجودين على التربة السورية تقصد؟ يعني تنظيم داعش أم مثلا يعني الحشد الشعبي أو يعني من تقصد؟ هكذا يقول النظام. طبعا النظام قال أنه انسحاب القوات الأمريكية جاء نتيجة يعني ضربات النظام الموجعة، طبعا أحد يعني شبكات التواصل الاجتماعي. في الواقع هذا الأمر ليس كذلك، كما استطاعت يعني روسيا التلاعب بانتخابات الأمريكية استطاع الآن بوتين التلاعب بمواقف ترامب يعني بالتحديد. فالروسي الآن هو يعني ينقل السياسة الأمريكية كما تنقل البيادق على رقعة الشطرنج. في الواقع طبعا أمريكا يعني هي لا شك أنها من المنظومة الدولية من المجتمع الدولي كان يعول على أمريكا أولا أن تقوم بالمساهمة من خلال مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإجراء عملية انتقالية سياسية وتطبيق القرار 2254. يعني وأيضا كل التهديدات التي كانت تطلق من قبل ترامب ومنظومته أن إيران يجب أن تنسحب من المنطقة وفرض حصار اقتصادي على إيران من أجل يعني انسحابها من سوريا، كل ذلك يعني خرجت أمريكا ولن تطبق أي شيء من هذا. أيضا ليست للمرة الأولى، كثير من المرات تقول أمريكا ما لا تفعله، يعني وصفه في القرآن منافقين. وزير خارجية أمريكا سابق نيكسون أتوقع قال يعني صداقة تركيا أو عداوة أمريكا خطيرة وصداقة أمريكا مميتة. يعني من يعول على أمريكا سواء كان صديق أو عدو فهو خاسر على الجهتين. يعني أمريكا كما الآن يصرح مثلا حزب قوات الحماية بأنه طبعا طعنته، طبعا أمريكا لا تأبه، لا اعتبرها خيانة، استشاط غضبا. نعم بالضبط، ضربة في الظهر يعني من قبل أمريكا. وكذلك الأمر ليست للمرة الأولى، قلنا لهم ألف مرة الولايات المتحدة تستغني عنكم. الولايات المتحدة لا صديق لها، الولايات المتحدة دولة لها قواعد يعني في 48 دولة موجودة في العالم، هي تحقق من ذلك الوجود مصالحها. يعني
أنا الآن يعني كي لا نقول ب يعني بالمطلق أن أمريكا ستقلع كل قواعدها الموجودة من الميلان حتى منبج، أنا ما أعتقد أنه سيسحب مجموعة من عناصر المارنز الذين هم موجودين أو الوحدات الخاصة والمهام الخاصة، وسيبقي على البعض من هذه يعني القواعد. إضافة إلى ذلك يعني خروج مثلا مثال خروج القوات الأمريكية من قاعة تنف، طبعا الآن أصبحت الآن يعني مجموعة من السوريين الموجودين في مخيم الركبان أصبحوا الآن تحت رحمة القوات الروسية وقوات النظام إذا ما خرجت من هذه المنطقة. يعني أنا قلت لك نحن نفرح بخروج كل المحتلين، المحتل الروسي والأمريكي والإيراني من سوريا ورحيل نظام الأسد بعملية انتقالية سياسية، ولكن نحن يعني في مجتمع دولي وليس في غابة، يعني يجب أن تكون أمريكا تلعب دورا، تلعب دور الرأس وليس يعني دور الذنب. الآن تجد أن يعني أن أمريكا يعني حصل فيها بورسترايكا عكس ما حصل كما حصل الاتحاد السوفياتي في السابق، وتجد الآن أمريكا يعني مقيدة مشلولة، هي مشلولة ومجلس الأمن مشلول، وروسيا يعني تريد أن تهم للعالم بأنها قادرة على إدارة دفة السياسة العالمية في العالم. وخير دليل على ذلك يعني زيارة عمر البشير بطائرة شحن روسية إلى دمشق، يعني أصبحت الآن وقاحة روسية مطلقة. وهناك حديث عن كذلك الأمر عن رؤساء يعني سيزورون، ولكن يعني رئيس بشار الأسد بالتأكيد هو هذا ليس يعني ليس موضوعنا، وإنما لماذا مثلا اختير البشير؟ لأنه هو من الدول التي كانت تهدد مثلا نظام الأسد. بعده أي زيارة حتى لو كانت للعبادي أو المؤيدين أو أي مسؤول إيراني سيكون لها طبعا سيكون لها مثلا وقع كونه البشير افتتح هذا البازار. طيب اسمح لي أن يشركنا في هذا النقاش ضيفنا عبر سكايب دكتور محمد سلم المحلل السياسي السوري، حياكم الله دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا. حياك الله أستاذ فاتح، مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. حياك الله. في البداية، إلى أي مدى سيساهم الانسحاب الأمريكي إن تم من سوريا في دفع العجلة السياسية وتكون بذلك الأمر بيد القوة الثانية أو القوة الأولى في سوريا هي روسيا؟ بالتأكيد سيساهم سلبا في دفع العجلة السياسية. اليوم جيفري كان هناك اجتماعات لمباحثات السلام في الأمم المتحدة في الوقت الأمم المتحدة وألغى هذه الاجتماعات، المبعوث الأمريكي جيفري ألغى هذه الاجتماعات، ويبدو أنه متفاجئ كما تحدثت تقارير عديدة. أنا كنت أتابع تقارير الصحف الأمريكية ومراكز الأبحاث، لديها اعتراضات كبيرة وفوجئت مفاجآت كبيرة، وتحدثت عن أن كثيرا من العسكريين والسياسيين والدبلوماسيين الأمريكيين فوجئوا بهذا القرار، وطبعا يتحدثون وبشكل صريح أن ذلك يعني ترك البلاد، ترك سوريا لإيران ولروسيا. بالتأكيد روسيا وإيران لا تبحثان عن حل سياسي حقيقي بالتأكيد، ولا يعني ذلك أن المجتمع الدولي أيضا يبحث عن حل سياسي، لكن وجود عدة قوى يعني يوجد نوع من التوازن، يوجد نوع من التعددية، لا يوجد قوة واحدة مسيطرة تفرض هيمنتها. الوجود الأمريكي نوعا ما كان يوازن المعادلة، أما الآن مثل ما تفضل ضيوفك أيضا وتحدثوا في حال خروج الولايات المتحدة، فهذا يعني ترك المنطقة الشرقية مناطق شرق الفرات لقمة سائغة للروس والأمريكان وللروس عفوا والإيرانيين وللنظام السوري. اليوم كان هناك حديث أن هناك اجتماع لقوات سوريا الديمقراطية في القامشلي مع النظام السوري يرتبون للمرحلة القادمة. بالتأكيد قوات سوريا الديمقراطية سوف تعود لحاضنها الأساسي بالتأكيد هو النظام السوري، وربما بالتنسيق طبعا مع روسيا. لكن في نفس الوقت وردت أنباء، ودعنا نتحدث عن الأنباء التي تتحدث عن الأرض، أن التحالف في نفس الوقت يقوم بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من الخطوط الأمامية لقتال تنظيم الدولة في مناطق الحدودية مع العراق. إذن حتى وهذا يأتي بعدما جرى بالأمس من ضجة كبيرة حول الانسحاب. تماما. إذن حتى الآن القرار لم يأخذ بعدا تنفيذيا، وإن كان هناك متحدثين ضباط أمريكيين تحدثوا بأنه سوف يكون في غضون شهر أو شهرين، ولكنهم في نفس الوقت هؤلاء الضباط الأمريكيين لمحوا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى إحداث فراغ تستغله إيران
وهم يلمحون بالتالي إلى عدم يعني موافقتهم على على هذه السياسة. هناك كان هجوم كبير في اليوم مقالة للواشنطن بوست يتحدث فيها أحد الصحفيين والمحللين المتابعين للشأن السوري يقول نحن أخذنا يعنون نحن أخذنا النفط في سوريا هو الآن يريد ترامب إعطائه لإيران، في هجوم واضح على سياسة ترامب. الغريب أيضا أن ترامب يعني لم يدافع عن نفسه بأنه لم تهزم داعش. طبعا كان تقرير معهد دراسات الحرب والواشنطن بوست وغيرها يتحدث أنه كيف تنسحب من سوريا ولم تهزم داعش بعد، أو تنظيم الدولة لم يهزم بعد، وأنت والأمريكان بالأصل ذهبوا إلى هناك لهزيمة داعش. فيجيب ترامب اليوم كان له تصريح لافت أيضا، صحيح لم تهزم داعش بالكامل لكن لها أعداء طبيعيين في المنطقة وهي روسيا وإيران وسوريا، في إشارة إلى النظام السوري. يعني هذا أن ترامب حقيقة يدرك أن انسحابه سوف يؤدي إلى ثراء تستغله هذه القوى التي يعتبرها أو يزعم طيب. أنهم أعداء طبيعيين لتنظيم الدولة، وفي الحقيقة نحن نعلم كيف استغلت هذه القوى تحديدا تنظيم الدولة لمحاولة تجريم الثورة السورية ووضعها في خانة الإرهاب. دكتور محمد ابقى معي لو سمحت. دكتور عبد الله، قاعدة أمريكية جديدة بعد قرار الانسحاب، كيف يعني تراقبون ذلك وما دلالات ذلك؟ أنا يعني قلت بأنه القواعد الأمريكية المتواجدة بجانب يعني أضخم حقول النفط والغاز في الشمال الشرقي من سوريا طبعا لا يجعلها تنسحب انسحاب كامل من هذه المنطقة. هذه القواعد تم تأهيلها وتجهيزها بشكل يعني تقني جدا، وإذا ما تم طبعا الانسحاب فسيعتبر يعني سيعتبر الكونغرس الأمريكي والأمريكان بحد ذاتهم سيعتبرون أنها هزيمة لأمريكا. يعني أمريكا التي كانت يعني تقود العالم ذات قطب واحد الآن أصبح قطبين، وليس يعني قطبين، والآن القطب الأوحد أو القطب صاحب المبادرة هو الروس وليس الأمريكان. فلذلك يعني القوى الأمريكية المتواجدة في هذه القواعد توجد معها قوات ألمانية وقوات فرنسية وقوات بريطانية في كل القواعد. تحدث البنتاغون بالأمس عن يعني انسحاب، ولكن هناك التعاطي مع الشركاء، من يقصد بهم الشركاء المحليين الموجودين يعني في سوريا؟ لا يقصد، لا الشركاء المحليين لا يقصد، يعني ربما مع الشركاء الذين يتواجدون في القواعد الأمريكية الأوروبيين يعني المتواجدين هناك الذين يعني منهم تم تشكيل هذا التحالف الدولي، وأيضا من دول يعني التحالف الدولي يعني من عدد كبير من الدول. أليس من الممكن أن يكون النظام السوري هو شريك للولايات المتحدة بالخفاء؟ النظام السوري لا يعني لا شيء مستبعد. النظام السوري طبعا يعني كما قلت لك بأنه في السابق كان هناك تنسيق بين يعني الشركات النفط الأمريكية وبين نظام الأسد، ويعني الأشخاص معروفين الذين كانوا ينسقون من أجل استجرار ضخ البترول من الشمال الشرقي باتجاه مضخات عبر تدمر وصولا إلى مصفات حمص ومصفات بانياس. هذه يعني هذه غير مستغربة. أما نحن نريد أن نقول أن القوى الشريكة في المنطقة هي الدول الأوروبية. يعني حتى الآن على ما يبدو أن بوتين يريد أن يجعل من بوتين يعني ليس شريكا، أن يجعل منه ليس شريكا للدول الأوروبية في مكافحة الإرهاب بالعالم، وإنما يريد أن يسيطر على العالم من خلال يعني إرباك المجتمع الأمريكي. في الواقع المجتمع الأمريكي الآن هو مرتبك طيب. بشكل كبير جدا، وحتى يعني الكونغرس ووزارة الدفاع البنتاغون يعني هي الآن في حيرة من أمرها من هذا الموضوع. طبعا أنا أتوقع هذه التغريدة الموجودة يعني عبارة عن استباق الأمور. طبعا نتيجة الانتخابات النصفية التي جرت في أمريكا طبعا سيكون يعني من الحزب الآخر في أمريكا الكونغرس من الكونغرس، فلذلك هو استبق لكي لا يكون في المستقبل يعني أعضاء في الكونغرس يفرضون عليه أن ينسحب من العراق وينسحب عفوا من سوريا، ويعني لا يكون تحت أمر واقع من قبل أعضاء الكونغرس. فالآن يعني أنت رأيت مثلا يعني العضو الكونغرس الأمريكي جين شاهين وغراهام يعني قدموا ورقة لترامب من أجل العدول عن هذا القرار الذي ضر مصالح أمريكا ليس فقط العسكرية والسياسية وإنما الاقتصادية أيضا. هذا سيضر يعني تراجع الدولار الأمريكي أمام كل العملات العالمية، هذا يعني أيضا بالحسبان.
فلذلك يعني تسقط هيبة أمريكا شيئا فشيئا يعني، يعني قوة أمريكا ما تفرضه يعني في السابق في حرب البوسنة والهرسك أيام زمان عندما رفضت روسيا بأن يتم مثلا قصف يعني مواقع الصرب، يعني تم اتخاذ قرار من خارج مجلس الأمن وتم يعني التعامل مع الصرب في البوسنة والهرسك. دكتور محمد، بالانتقال إليكم، يعني ديمستورا قبل قليل وفي آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن يقول أننا فشلنا، طبعا يقصد ب يعني هم فشلوا في إقناع أطراف الأزمة السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين، ما دلالة هذا التصريح في هذا التوقيت؟ الحقيقة لا يبدو لي يعني أن هناك أمر واضح من هذا، لكن قد يكون هناك تماهي من ديمستورا مع بعض الدبلوماسيين أو بعض اللوبيات الدبلوماسية الأمريكية، لأن كما قلنا كما وردت الأنباء أن جيفري ألغى الاجتماعات أو انسحب منها، بمعنى أن هناك عدم رضا أمريكي من الدبلوماسية الأمريكية التي يعني تابعة لوزارة الخارجية المتفاجئة أصلا من قرار ترامب. جيفري نفسه هو يعني كان على خلاف واسع مع ترامب في أكثر من قضية، وهو كان دائما ما يتوعد في الموضوع الإيراني وأن على يعني إيران أن تنسحب من سوريا وأن الوجود الأمريكي يجب أن يتعزز، كان يتحدث عن هذا لأن الوجود الأمريكي يجب أن يتعزز لمكافحة الوجود الإيراني. قد يكون هناك ضغوطات أمريكية من مثل هذه الأجنحة على ديمستورا ليصرح بتعطيل مثل هذه العملية، وبالتالي تعطيل العملية على الروس، لأن في النتيجة اللجنة الدستورية هي منتج روسي وفكرة روسية بالأساس، بمعنى هي كانت إحدى نواتج مسار تيتانا وأحد نواتج أيضا مسار سوتشي. كذلك الأمر قد يعني يدلل على ما تتفضل به أن مسؤولين أمريكيين قالوا أن أمر ترامب سحب القوات من سوريا ينهي الضربات الجوية على تنظيم الدولة، فيما يبدو أنه هناك رفض واسع لهذا الانسحاب من داخل الولايات المتحدة. بالضبط، حتى أن هناك باحثين أمريكيين في معهد دراسات الشرق الأوسط ومعهد دراسات الشرق الأدنى يعني يبدون عجبهم الكبير من تحديدا هذه النقطة، أن هذا قد يؤدي أيضا حتى إلى إلغاء الضربات الجوية وإلى إلغاء التحالف، وسوف يقوض ما سموه الجهود الطويلة الأمد التي بذلها التحالف منذ بدايته، ويقوض التحالف بذاته، لأن في النتيجة إذا انسحبت الولايات المتحدة من التحالف الدولي سيفقد التحالف الدولي ثقله. كان هناك طبعا بيانات ليست واضحة من الحكومتين البريطانية والفرنسية بأنهما مستمران في التزامهما بوجود قوات في التحالف، لكن من المعلوم أن قدرة التحالف على الاستمرار في ظل انسحاب أمريكي هي بالفعل محل شك كبير، خاصة أمام الحلف الروسي الإيراني. بالتالي هناك كان تشكيك حقيقة ويعني هجوم كما قلنا كبير على هذه السياسة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الوجود الجوي الأمريكي، وأن ذلك سوف يؤدي إلى إعادة تنشيط تنظيم الدولة وإعادة تنشيط أيضا وجود إيران وميليشياتها بحرية تماما من العراق إلى سوريا وإلى كافة المناطق السورية وانتشارها. طيب يعني أختم معكم بتصريح روحاني اليوم بأن طهران وأنقرة ستواصلان أو تستمران في التعاون من أجل استتباب الأمن في سوريا، ربما غابت عنه روسيا. لا، هي روسيا بالصورة بالتأكيد، يعني الإيرانيون والأتراك يحسبون حساب روسيا، وعندما ينسقون أيضا مع روسيا، تركيا وإيران كلاهما على الرغم من بعض المناوشات والتنافس الذي يحدث أحيانا، لكنهم يعتبرون أن الوزن الأكبر ربما لروسيا في الساحة، فلا يتم أي عمل إلا بتنسيق عمليا مع روسيا. ربما يعني هذا التصريح يؤكد على استفادة الطرفين، لأن تركيا أيضا صرح وزير الخارجية فيها بأنه يعني بالتزامن مع هذا الانسحاب والذي أيضا أتى بعد تواصل هاتفي مع الرئيس التركي، قال الآن حان الوقت
لشرق الفرات. تركيا أيضا لديها طموحات بموضوع سواء موضوع إذن يمكن الاختصار بأنه حان وقت شرق الفرات، ويعني كذلك الأمر دونالد ترامب قال حان وقت العودة من أجل البناء. يعني هناك مفاصل تاريخية اليوم تحدث في سوريا بعد هذا القرار، ربما يكون القادم يعني يكشف في التاريخ ويكتب كذلك الأمر يسجل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد سالم المحلل السياسي السوري على مشاركتك معنا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الله، ترامب يقول على تويتر أن روسيا وإيران وسوريا هم أعداء تنظيم الدولة، حان الوقت للعودة. إلى أي مدى يعني سيملأ الفراغ بعد الخروج الأمريكي الإيرانيون خاصة في منطقة الجزيرة؟ طبعا هناك تصريح أيضا اليوم يعني للقيادة العامة لجيش الأسد، قالت إذا يعني سلمت قسد يعني كل ما لديها من قوات أو أجهزة وأعتداء إلى رئاسة الأركان، رئاسة الأركان نظام الأسد، فسيكون يعني هذا التنظيم تنظيم قسد. طبعا واليوم جرت اجتماعات يعني بين قسد، وكانوا يبثون مباشرة من الحسكة مجموعة من الأشخاص يعني كانوا يعتبرون أنهم هؤلاء يعني يرفضون ضرب القوات، قوات الأحزاب الانفصالية في الشمال الشرقي. في الواقع يعني داعش وقسد طبعا تدربوا لدى نظام الأسد ولدى الروس ولدى الإيرانيين، ولهم يعني قادة يعملون بأجندات الروس والإيرانيين ونظام الأسد. قسد لها اجتماعات مع علي مملوك بشكل دائم، تجتمع مع إدارة مخابرات العامة. القادة في قسد يزورون دمشق، لا خلاف بين بعضهم البعض، على ما يبدو أنه سيتم في يعني في النهاية اتفاق بين قسد وبين نظام الأسد الذين لا يفترقون عن بعضهم شيء. وموضوع طبعا داعش ستكون طبعا هي الشماعة بنعم أو لا. إلى أي مدى الانسحاب الأمريكي هو بمثابة هدية لإيران؟ نعم بالواقع يعني القوات الحشد الموجودة في هذه المنطقة، نعم يعني إيران ستكون هي التي تتمدد بالإضافة إلى الروس. شكرا. يعني وستكون يعني الصورة مبهمة ريثما تتوضح الأمور بشكل. شكرا جزيلا لكم العقيد الركن دكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري الاستراتيجي، أهلا ومرحبا بك دائما معنا في القناة التاسعة، وشكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكل من شاركنا في هذه الفقرة الحوارية من برنامج في المنتصف، والشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.